نفت شركة باناسونيك اليابانية الأنباء التي أفادت بأنها أوقفت تعاملاتها التجارية مع شركة الصينية العملاقة هواوي التي أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية في القائمة السوداء. وكانت وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق إن شركة باناسونيك قررت تعليق جميع عملياتها التجارية مع شركة هواوي الصينية، لافتة إلى أن هذا القرار يستند إلى أن الإدارة الأمريكية حظرت عمليا على مؤسساتها تزويد الشركة الصينية بالمكونات الضرورية للإنتاج.